انا ما اعتقد ان الجهاز الفني ملوش حته ان الدوري يكمل او دوري جديد او كاس يتلعب الاول، هل تم النقاش في الجزئيه دي؟ بص، هو الموضوع كان منتهي يا مهيب، احنا ما بنتناقش في موضوع ان الدوري يعني يتلغي ولا يبدا بدوري جديد، لان هو الموضوع قد في دوله خدت قرار والقرار بقى ساري وانتهى الموضوع واتحدد كل حاجه باستعدادات الانديه والفتره اللي هتديها لها، ويوم الخميس ان شاء الله بعد بكره ممكن تبص تلاقي جدول الدوري محطوط على الاقل ان شاء الله في اوائل اغسطس، ان شاء الله 7 اغسطس 8 هتلاقي الدنيا اشتغلت يعني على طول. لانك انت عندك ماتشين مؤجلين هو دوت اللي هتبدا بيهم، فانت ممكن تبدا بيهم يعني 3-4 ايام مثلا بدري شويه، ممكن يعني ممكن من يوم 7 من يوم 8 اغسطس تبص تلاقي الدنيا بترجع والماتشات. بس خد بالك الدنيا برضو هتبقى مضغوطه. أيوة. يعني برضو يعني ما تستناش ان انت تقعد مثلا 6 ايام علشان تلعب المباراه الثانيه او كده. أيوة. لا، انت ممكن الفتره الاولانيه ممكن كل 4 ايام، وممكن بعد كده هتلاقي نفسك فترات يومين وتلعب الثالث. أيوة. لان خد بالك احنا الفتره الزمنيه بتاعتنا لسه كبيره ومطوله، انت بتتكلم زي ما بقول لك في فرق لسه هتلعب 18 مباراه. ايوه، فانت يعني ده هياخد منك وقت، لانك انت هتخلص الوقت دوت امتى، وبعد كده هتبتدي الموسم اللي بعده الجديد من امتى انت، فكل دي حاجات هتبقى فيها وقت، فغصبا عن الناس هيبقى في ضغط يعني. تمام. هل يعني كلمتوا تواصلتوا مع محمد صلاح؟ هيكون في تكريم من الجهاز الفني من في اول تجمع محمد صلاح، طبعا قيمه كبيره، وحصوله على الدوري مع ليفربول اعتقد دي قيمه كبيره جدا، مش كل يوم او كل فتره بيحصل الكلام ده. لا طبعا محمد صلاح من اللعيبه اللي طبعا اللي مشرف المصريين كلهم في الخارج، مش دلوقتي الفتره دي بس، ولكن من سنين. وانا طبعا بعد فوزه بالبطوله طبعا هنيته، كابتن حسام هناه تهنئه برضو شخصيه، وتواصلنا معاه، وطبعا ده لازم يتعمل له حاجه كويسه ويتعمل له تكريم، لان فعلا محمد اللي بيعمله ده بيشرفنا كلنا كمصريين. انا ما بكلمكش كمنتخب مصر دلوقتي خالص، ولكن انا بكلمك كواحد مصري. فعلا محمد صلاح رفع راسنا، ونتمنى ان لعبتنا كلها تزدهر، وكل لعبتنا تاخد بطولات مع انديتها بره، وكل واحد بيلعب في نادي يلعب في النادي اللي احسن منه. وخد بالك كل دوت دايما يا مهيب لو تلف وهترجع تقول لك كل دوت بيبقى من خلال منتخب مصر، يعني تمام. منتخب مصر هو اللي هيعلي سعرك، هو اللي هيخليك تلعب في طبعًا. في انديه احسن طبعا، كل دوت يعني اللعيب طول ما هو حاسس. وصلاح يعلم قيمه الكلام ده كويس جدا، ويعلم قيمه تيشيرت منتخب مصر كويس جدا. طبعا. وبعدين خد بالك يعني احنا كجهاز احنا بص ما بنلتفتش بقى للكلام، ودايما اللي بيصار خصوصا بالنسبه لمحمد صلاح، محمد صلاح بقى اللي هو بقى زعلان واللي حصل واللي حصل في كاس الامم ومن بعض الاشخاص والكلام ده كله احنا ما بنركزش معاه، لان انا دايما بقول يا جماعه لا اتحاد الكوره اللي كان موجود هو اتحاد الكوره، ولا الجهاز اللي موجود هو الجهاز، ولا اي حاجه خالص تستدعي ان يبقى في زعل، ولا بالعكس. محمد يمكن لما جه المعسكر اللي فات وكان معاه رجله وجعاه وكان معاه التقرير الطبي الدكتور بتاعه في ليفربول، كان ممكن الراجل يبعت من هناك ويقول لك انا تعبان ومش حاجه، بس الراجل كان حريص انه يجي ويتواجد في المعسكر، وقال لنا انا زعلان جدا ان انا ما كنتش العب، كان نفسي ان انا تبقى بدايتي مع الجهاز الفني الجديد النهارده. الدنيا ماشيه كلها الدنيا بكل احترام، وان شاء الله تفضل ماشيه مع كل بكل احترام، كان في صلاح ولا مع اي حد من اللعيبه. كان في